السلام عليكم ومرحبا بكم. في بداية هذا الفيديو أريد من الجميع توجيه دعوة إلى كل من يقطن في نيويورك، في ولاية نيويورك، مشاهدة هذا الفيديو ونشره على أكبر نطاق من المشاهدة. مرة أخرى، حينما أطلب من هذا الأمر ليس من باب الشهرة أو من باب أي شيء، لكن لأوضح لكم حقيقة ربما تخفى على العديد منكم، وخصوصا المهاجرين الجدد. حنا ما ضعنا مثل هذه الفيديوهات فهي موجهة للمهاجرين الجدد بنسبة أكبر، لكن هناك مقيمون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية نيويورك بشكل خاص ربما لم يسمعوا بهذا القانون أو هذه القاعدة التي سوف يظهر لكم اسمها أمامكم الآن. فلذلك المرجو من حضراتكم مشاركة هذا الفيديو على نطاق أوسع، لأنني ما سوف أتحدث فيه سوف يرعبكم، وربما تتساءلون من صحة هذا الخبر، وسوف أضع لكم المصادر كلها أسفل هذا الفيديو. أي شخص يقطن في ولاية نيويورك، حينما أقول ولاية نيويورك لا أقصد مدينة نيويورك، ولاية نيويورك بصفة عامة، فعليه توخي الحذر أن ما سوف أقوله سوف يعني يصدمكم. فلذلك أعطوني فقط ربما 6 دقائق إلى 10 دقائق لكي أشرح لكم هذا المرض، أشرح لكم هذا الوضع، وضع خطير. هذا الأمر اللي داخل حيز التفعيل غالبا سوف ينتقل إلى مدن أخرى يعني لها نفس المنهاج، مثل ولاية نيويورك كإلينوي ككاليفورنيا، كلها ولايات ديمقراطية. فإذا تم تطبيق هذا الأمر في نيويورك فكونوا متأكدين أنه سينتقل لعدد من الولايات الزرقاء. فهذا فقط توطئة ومقدمة لكي أشرح لكم هذا الأمر. فعلى كل حال، قامت حاكمة ولاية نيويورك بتمرير قانون. هذا القانون الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التفعيل في مارس من سنة 2023، لكن هذا القانون أو القاعدة تمت معارضته من العديد من الجهات في ولاية نيويورك بسبب تجاوز الفصل بين السلطات. لكن في شهر شتنبر سوف تقوم المحكمة العليا في ولاية نيويورك بتأييد هذه القاعدة أو هذا يعني القانون. فما هو هذا القانون المثير للجدل إخواني أخواتي؟ ركزوا معي من فضلكم لكي تفهموا خطورة هذا الأمر، ركزوا معي. القانون سوف يسمح للسلطات في ولاية نيويورك القدوم إلى منزلك وأخذك إلى الحجر الصحي بدون أي إشعار ولأي سبب، سواء كان فيروس أو عدوى يرونها أنها ضرورية. تصور، سوف يأتون إلى منزلك وسوف يأخذونك على الحجر الصحي. هل هذا معناه أن هناك أمور سوف تحدث قريبا لفيروس جديد أو عدوى جديدة، لذلك تم تمرير هذا الأمر الآن تهيئتنا لما سوف يقع في المستقبل؟ الله أعلم، لكن هذا هو الواقع. بالنسبة لهذه القاعدة، ليس هناك حد للسن، يعني لن يأتي شخص ويقول لي لا هذه الأمور سوف تفرض فقط على كبار السن. لا، يمكن أن تكون كبير في السن، شيخ، مولود جديد، طفل، شاب، جد، أم، أي شخص يمكنهم القدوم إلى منزلك وأخذ ذلك الشخص. يمكنهم الحضور إلى منزلك في أي وقت، ليلا، نهارا، كنت في دوام العمل، لا يهم، سوف يأتون إلى منزلك. كذلك الخطير في الأمر أنه لن يكون هناك انتظار لحكم محكمة، يعني مثلا أنه يجب أن تصدر المحكمة مثلا قرار وبعد ذلك يتم تطبيقه، يعني في هذا القاعدة لن يتم الأخذ
ب يعني احكام المحكمه. حينما يتم اخذك الى الحجر الصحي انت هناك، سوف تبقى هناك الى غايه ان يقرر انك يمكنك مغادره الحجر الصحي. هم الذين لديهم السلطه في يعني مطالبتك بالخروج من الحجر الصحي والعوده الى منزلك. القانون يسمح لهؤلاء بمعاملتك بالطريقة التي يرونها مناسبة. أنت مجبر على أخذ الأدوية التي يتم مدك بها أو أي لقاح يظهر أنه في مصلحتك. أكثر من ذلك، وهو أن هناك أدوية يمكن تجربتها عليك للتأكد من أن هذا الدواء أو هذا الاختبار صالح. وهذه الأمور كلها كما قلت يمكنك البحث فيها والتأكد من صحتها. هذه ليس مبالغة. ادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ادخلوا على الويب، ابحثوا على هذه القاعدة وسوف تشاهدون هذا الأمر. هناك يعني انتشار الفيديوهات بخصوص هذا الأمر. هو أسوأ من ذلك، الأسوأ، وهو أنك ليس لديك الحق في أخذ فحص أو اختبار لتؤكد أنك بخير وأنك غير مرض. يعني مثلا شخص يأتون إلى المنزل ويقول اعطوني فرصة أنني سوف أذهب وأقوم باختبار للتأكد أنني غير مرض. لا، ليس من حقك، ليس من حقك. إذا اعتقدوا أنك مشكل سوف يأخذونك ويضعونك في الحجر الصحي. فهذا هو القانون أو القاعدة الجديدة التي صادقت عليها حاكمة ولاية نيويورك. يقال أن هذا الأمر ربما يواجه بعض الصعوبة، لكن غالبا سوف يتم تطبيقه. إذا لم أكن على غلط، ربما دخل حيز التفعيل في ولاية نيويورك. هذا فقط لأوضح لكم أن الأوضاع في ولاية نيويورك، الأوضاع في كاليفورنيا أصبحت لا تطاق. هذا فقط لأوضح وأنبه الناس المقيمة في نيويورك وحتى أولئك القادمون إلى يعني أمريكا وخصوصا إلى نيويورك، لأنه معك للأسف هناك أناس كنت أشرح لهم مثلا عدم الذهاب إلى نيويورك، عدم الذهاب لكاليفورنيا بسبب تكلفة الحياة. هذه الأمور كلها قبل يعني الوباء، قبل يعني ما يقع الآن في أمريكا. وأحسست أن هناك أناس يفتخرون أنه يعني يذهب إلى نيويورك، فقط كلمة نيويورك يعني لا يهمه الوضع، لا يعلم ماذا ينتظره. بل أن هناك فئات أتواصل معها لحد الآن، وأقسم بالله العلي العظيم لحد الآن لديهم مشاكل في نيويورك، يريدون مغادرة نيويورك، لكن ظروف مالية وظروف اجتماعية تمنعهم المغادرة. لأن الآن كل شيء أصبح مرتفع التكلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أقولها بصراحة، هناك ناس تواصلت معهم عندهم إحساس بالكبرياء وعندهم إحساس بأنه يعيش في مدينة نيويورك أو أنه سوف ينتقل إلى نيويورك، مدينة نيويورك، فقط لشهرة هذه المدينة. لكن تذكروا أنه إبان الوباء الماضي هناك العديد من الناس الذين غادروا ولاية نيويورك وتوجهوا مثلا إلى الجنوب وتوجهوا إلى ولايات يعني أقل تكلفة بسبب سياسات إغلاق في نيويورك، بسبب يعني مثل هذه القوانين. وهناك يعني فيديوهات سوف أضعها لكم بخصوص ولاية نيويورك، يعني سوف تصدمون، أقول بصراحة سوف تصدمون من هذه يعني القوانين. فلذلك أقول بالنسبة للناس المقيمة في نيويورك، حاولوا البحث في هذا الموضوع، حاولوا نشر هذا الفيديو، حاولوا أخذ العبرة من هذه المعلومات، حاولوا البحث. الحياة في نيويورك أعتقد أنها يعني أصبحت مستحيلة مع قيام بعض هؤلاء الساسة بسن قوانين ليست في مصلحة الإنسان. لا أتحدث عن المهاجر، أتحدث عن الإنسان. كيف يعقل أنه يتم تمرير قانون أو قاعدة قانونية تمنح السلطة لأشخاص أنهم يأتون إلى منزلي وأخذ بالقوة إلى الحجر الصحي فقط لأنهم يعتقدون أنني لست بخير وأنني أحتاج الحجر الصحي؟ من هم هؤلاء؟ من سول لهم مثل هذه الحقوق؟ فهذا واقع،
دخلوا على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، دخلوا على منصة تويتر، سوف تجدون فيديوهات، سوف تجدون كلمة يعني حاكمة الولاية. فأرجوكم مرة أخرى حاولوا مشاركة هذا الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من الناس. شكرا لكم والسلام عليكم.